مثلا قصه امال ماهر. قصه امال ماهر دي قصه عجيبه غريبه جدا جدا جدا. انا محتاجه بس في قصه امال ماهر ان انا ارجع بيكم بالذاكره لورا شويه 4 سنين. انا كنت في برنامج صباح الشرق، وكنا في البرنامج من اول الناس اللي اتكلمت عن المشكله بتاعت امال ماهر، فانا فاكراها كويس جدا. مشكلتنا ان احنا في مصر بننسى، لكن الحمد لله في شويه حاجات كده بمراجعه بسيطه تقدر انك تفتكرها. من 4 سنين تقريبا لو تفتكروا، قال لك امال ماهر حررت محضر تعدي وضرب، وفي شخصيه عربيه خليجيه اعتدت عليها. من 4 سنين راح لها السيد تركي الشيخ على منزلها ومعاه مجموعه من الشرطه المصريه او افراد الشرطه المصريه، ودخل عليها البيت واعتدى عليها لفظيا وجسديا وضربها وتسبب لها في اصابات بالغه. وهي راحت وحررت محضر في اسم الشرطه اللي تابع ليه مكان سكنها، وهنا ظهرت القنبله الكبيره لما طلع وقال دي زوجتي وانا بأدبها، مش العلاقه بيننا مش مجرد علاقه عمل وفقط لا غير. وهي ما انكرتش الموضوع، وساعتها يعني الواحد وكتير يعني حتى لو زوجتك رايح لها بقوه شرطه وتعتدي عليها وتمد ايدك عليها ليه؟ وفضلت موضوع امال ماهر ده بقى قصه شائكه، قصه لوحده مصريه على ارض مصريه مش لاقيه الامان بسبب طال عمره اللي سلطته اكبر من سلطتها هي في بلدها. رغم ان انا ما بتكلمش على واحده مكسوره الجناح ولا واحده بسيطه، دي مطربه ومشهوره، مشهوره مش بس في مصر، مشهوره على المستوى العربي كله. امال ماهر صوتها صوت زي اصوات العمالقه، زي فايزه احمد، زي عزيزه جلال، زي مياده الحناوي، حاجه ما تقلش عن المستوى ده. وتسقط قصه امال ماهر وتظهر من جديد. يعني على مدار 4 سنين حصل موقفين، وده الموقف الثالث. من سنتين برضو او من سنة ونص تقريبا اتكرر الموقف لما اعلنت عن انها هتعمل ألبوم جديد هتنزله، وفجأة قالت ان هي بتتعرض لتهديدات وانها وانها وانها، واعلنت اعتزالها الفن تماما واختفت، وقالت انا مش عايزه حاجه وانا عايزه ارتاح وسيبوني في حالي. وكانت كل كلمه كاتباها الست دي بتقول ان عندها معاناه، عندها معاناه كبيره وعندها معاناه حقيقيه، وانها مش قادره توصل لحل في بلدها. واختفت امال ماهر. طبعا مشكله امال ماهر اللي خلاها طلعت مره تانية بشكل كبير جدا بشكل كبير جدا على الساحه هي قضية نيرة. ناس كتيرة معرفش ليه عملوا ربط صعب، قالك يعني واحدة زي أمال ماهر أكيد كانت متوقعة إن ده يحصل لها. وبدأت الناس تسأل هي فين أمال ماهر؟ الكلام ده تقريبا بقاله أسبوع أو أقل، فين أمال ماهر؟ مختفية. طيب هي مش بس مختفية عن السوشيال ميديا أو ما بتظهرش أو إنها معتزلة زي ما قالت، كمان كل أغانيها على اليوتيوب اتحذفت. على فكرة هي مش محذوفة من امبارح، دي محذوفة بقالها سنة ونص. وساعتها قلنا ان ده 100% تدخل من تركي آل الشيخ، اغانيها من على روتانا وبيج روتانا واليوتيوب بتاع روتانا وانغامي وكل الحاجات دي مش موجوده، ملهاش اثر. امال ماهر ما بتلاقيهاش الا على الساوند كلاود او على صفحات اليوتيوب اللي مش باسمها، اللي هي يعني واخدين صوت وحاطينه على صوره تانية. يعني تختفي فجاه ماشي، في ازمه، في هاشتاج طلع والناس بتقول لك امال ماهر فين. ودي مش واحده، شخصيه عامه، شخصيه مشهوره، دي مطربه ليها محبين وليها جمهور وليها ناس وليها جيران وليها شارع ساكنه فيه، ما هياش مختفيه كده يعني في جحر. لما يطلع هاشتاج بالشكل ده والناس تبدا تتساءل هي فين امال ماهر، مفيش احدهم كان معدي في الشارع فشاف امال ماهر فصورها وقال لك امال ماهر اهي، مفيش حد من جيرانها كتب بوست وقال لك والله ده انا ساكن جنبها في الشقه في الفيلا في القصر وبقول امال ماهر انا شفتها وكويسه. كل الكلام نقلا عن شخصيات ما لهمش علاقه حقيقيه بامال ماهر عن طريق نقابه الموسيقيين. طيب يا جماعه نقابه الموسيقيين انتوا تواصلتوا مع امال ماهر؟ لا، ده احنا تواصلنا مع اهلها، مع والدتها، مع اشقائها. طب ما من باب اولى بدل ما تكلموا مامتها ولا باباها ولا اخوها ولا اختها، ما تكلموها هي مباشره، ما تتصلوا بيها هي على طول. ليه اللفه الطويله دي؟ وفوق كل ده
ان طبعا في قصة غريبة مريبة انتشرت الفترة اللي فاتت عن فنانة موجودة في سجن من السجون وبتتعرض للتعذيب. والأغرب ان واحد مثلا، انا شفت زميلنا احمد سميح مشير بوست كده لواحد قال لك ده في الامن الوطني، لما بتاع الامن الوطني يطلع ويقول لك ان امال ماهر بخير، فده معناه ايه؟ طب يا حضرة الباشا، يا حضرة باشا الامن الوطني، لما هي بخير ما تورونا صورتها، ما تورونا فيديو ليها، بدل ما الكلام كله عايم عايم عايم. طبعا طلعت نادية مصطفى من يومين تقريبا وقالت ان هي اتكلمت مع اهلها ومش عارف ايه، طلعت تاني بقى بفيديو بتتكلم عن فكرة الاشاعات الكتيرة اللي منتشرة، هي بتوصفها بانها اشاعات، وانا مش هقول ان دي اشاعات قد ما هي تساؤلات، تساؤلات موجودة على السوشيال ميديا، فين امال ماهر؟ فهي الحقيقة طلعت مع الاستاذ مصطفى بكري وانتقدت هذه التساؤلات. بحوالي 6 ايام وانا شايفه خبر بيتداول على السوشيال ميديا عن امال ماهر، الخبر مجهول المصدر، محدش عارف ده مين اللي حطه. وفي كتير من الصفحات والناس اللي يعرفوني ان انا عضو في مجلس اداره النقابه عاملين لي منشن على الاخبار اللي هي متداوله ديت. انا من منطلق الانسانيه وانها زميله وانها المفروض انها عضو في النقابه برغم اعلان اعتزالها من سنتين، انا ابتديت ادور على رقم ليها، عايزه اتواصل معاها وعايزه اطمن عليها او اي حد من قرايبها يعني مش شرط تليفونها، لحد ما وصلت امبارح لرقم اخوها واتكلمت معاه وطمني عليها وانها بخير. سالته اذا اقدر اكلمها، قال لي لا هي مش ساكنه معانا في نفس البيت يعني، بس ماما موجوده تحبي تكلميها؟ قلت له اه يا ريت من فضلك. كلمت مامتها، ست جميله ربنا يديها الصحه وطول العمر يا رب، بمنتهى الثبات الانفعالي، قالت لي مدام ناديه امل بخير وطمني وطمني كل الناس وقولي عند سنه كده لان الناس. ايوه انا كلمت اخوها فبقول له طب اديني اكلمها اسمع صوتها، فقال لي اصل هي مش عايشه معانا، هي مش عايشه معانا بس ما عندهاش موبايل، هي مش عايشه معانا بس ملهاش عنوان، هي مش عايشه معانا بس مفيش تليفون نقدر نتكلمها فيه. ايه الكلام الغريب ده؟ يعني بذمتكم، بذمتكم انتوا لو سمعتوا الكلام ده، ده تطمنوا ولا تقلقوا اكتر؟ يعني ايه اللي يحصل لك لما تسمع انها اختفت، اختفت بقت شبح، امال كويسه مش ساكنه معانا، ما بنكلمهاش، مامتها متضايقه من اللي بيحصل؟ طب ما بدل ما الفنانين والاعلاميين هم اللي بيطلعوا يتكلموا، ما تطلع مامتها تكلمنا تورينا نفسها، اخوها يطلع يورينا نفسه. خلوا بالكم ان وقت ما حصلت المشكله من سنتين او من سنه ونص قالوا انهم قالوا لاهلهم اسكتوا، وارد جدا وده بيحصل في مصر بشكل كبير جدا جدا جدا، بصوا انتوا تسكتوا وما تتكلموش وما تعرضوش المشكلة عشان يتلم، عشان ابنكم يطلع، عشان بنتكم تطلع، ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل في مصر. فاللي بيحصل دلوقتي يأكد لك كده، ده مش كلام يطمنك، ده كلام فعلا يخوفك وتخاف أكتر لما تشوف الإعلام بيتكلم إزاي في الموضوع. واحد زي مصطفى بكري، واحد زي عمرو أديب، واحد زي معرفش محمد علي خير، أسماء كلها مهمة، أسماء تقدر على التليفون تجيب أمال ماهر معاها. أنا بقولش تطلع في قناة الشرق، ده أنا بقول تطلع في الام بي سي، يقدروا يعملوا ده. لكن مفيش، مفيش، وما أظنش إن واحدة، يعني أنا أشعر إنها ست محترمة أمال ماهر، إنها بتلعب لعبة اللي هو بقى عشان أبقى ترند، عشان الشو، عشان الكلام الفاضي ده، ما أظنش ده خالص. يطلع مصطفى بكري ويقول لك ده لو جابوها بنفسها قدامكوا هتقولوا لا مش هي دي شبهها. طب هاتها بس يا سيدي الاول وبعدين نبقى نقول لك هي ولا مش هي. والله لو جابوا لكم امال ماهر قدامكم هتقولوا ده مش هي، ده شبه. ما هو اللي عايز ينشر شائعه واللي مقفل عقله هيسمع وهيفضل زي ما هو. لو قلت لك ان انا اللي لابسها دي بدله هتقولي لا غير حقيقي. ايه اللي يثبت لنا انها بدله؟ ممكن يبقى تيشيرت بس انت عامله على هيئه بدله، وقس على ذلك. ليه 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 بيتعاملوا مع الناس ان هم سذج؟ ليه؟ يعني ما انت لابس بدله، الناس هتطلع تقول لك تيشيرت ليه؟ اه الناس بتكذبك، الناس مش بتصدقك في بعض الامور، لكن في حاجات لا تخطئها عين. انت لما تجيب لي واحده شبه امال ماهر هنقول لك دي مش امال ماهر، لكن لما تطلع امال ماهر وتقول لك يا جماعه انا كويسه على التليفون، على التليفون حتى انا خلاص قررت ان انا اعتزل تماما. وعلى فكره في ناس كتيره قبلها سبقوها ونمنا صحينا لقيناهم اختفوا، بس كنا عارفين هم فين. على سبيل المثال كان في فنانه مصريه، مش واحده، اتنين،
جيهان نصر وشيرين سيف النصر، باين اسمها شيرين سيف النصر، كان شعرها اصفر وعينيها ملونه تقريبا شيرين سيف النصر، وظهروا في وقت من الاوقات واختفوا فجاه، اختفوا تماما بعد ما كانوا في عز شهرتهم، وكل واحده فيهم طلعت اتجوزت امير سعودي ومعرفش امير معرفش ايه وايه وايه، واختفوا عن الساحه لا صوت ولا صوره. ما ظهرتش جيهان نصر الا السنه اللي فاتت في الملك لير في المسرح، ونزلت صوره مع يحيى الفخراني، والست بقت ارتدت الحجاب هي وبناتها وخلاص. فالناس في النهايه عايزين يطمنوا، يتاكدوا ان اهلهم اهل بلدهم ولاد البلد اصحاب البلد مش عرضه، مش عرضه للبهدله والاهانه والاعتقال والتعذيب لمجرد ان على خلاف مع تركي الشيخ بس. فواحد يطلع يقول لك لا ده انا لو جبتها لكم انتوا هتقولوا لا ده مش هي، ده حد شبهها وده مش هيحصل. والله الناس ما عايزه غير انها انا كويسه بس. بس في نفس الحلقه اللي كان جايب فيها ناديه مصطفى واللي طلع بيكذب الناس وبيقول لهم احنا لو جبناها لكم انتوا هتقولوا ان مش هي، يطلع هاني شاكر ويقول نفس الكلام، ومحدش برضو بيرد على السؤال اللي احنا عايزين نسمعه او الاجابه، هي فين؟ ما بتطلعش ليه؟ ما بتعملش مداخلة تليفونية ليه؟ بدل ما تجيب لي هاني وتجيب لي نادية وتقول لك رحت لمامتها ورحت لأخوها، ما بتجيبوش ليه هي نفسها أو حد من أسرتها بشكل مباشر، بدل ما أنتوا عمالين تجيبوا لنا في أعضاء من النقابة. الحقيقة إحنا تم التواصل مع أسرة الفنانة أمال ماهر وطمنونا إن كل شيء تمام وإنها بخير وفي صحة جيدة، مفيش أي كلام من الكلام الفارغ اللي إحنا عمالين بنسمعه كل يوم. ده كلام مش حقيقي ومش مظبوط. فنزلنا بيان بهذا المعنى. ده الأستاذ هاني شاكر. طبعا محدش واخد موقف، محدش بيتكلم بحق وحقيقي، ومحدش بيرد لأن عارفين الخبطة هتبقى فين. الخبطة هتبقى في طال عمره، الخبطة هتبقى مع هيئة الترفيه، الخبطة هتبقى مع الجهة اللي بتصرف وبتمول بشكل كبير. فكله بيسكت، كله بيسكت الحقيقة، محدش عايز يتكلم عشان ما يخبطش في طال عمره، لأن كل في مصر عارف أن مشكلة أمال ماهر خناقتها مع تركي الشيخ. كابتن إبراهيم سعيد، كابتن نجم الزمالك السابق، هي كتب مجموعة من التغريدات عن القصة دي، بيقول لك السؤال اللي كل المصريين بيقولوه دلوقتي، بيقول لك إيه المشكلة؟ والحقيقة مش فاهمة إيه المشكلة. إيه المشكلة إن هي تطلع تعمل فيديو 20 ثانية، 20 ثانية اهو، تطمن جمهورها، وخصوصا انها شخصية عامة يا استاذ هاني، هو بيوجه كلامه لهاني شاكر، وتوجه رسالة لجمهورها وتطمنهم. والمفروض ان النقابة وكل الفنانين يروحوا بنفسهم يطمنوا على امال ماهر، ده واجب على كل فنان. دي التغريدة الاولى. التغريدة التانية بيقول لك الرأي العام حاليا كله بيتكلم على الفنانة أمال ماهر، مش بس في مصر، لا ده غالبا في الوطن العربي كله وبيسأل عنها. الأغرب أن المعظم سواء من نقابة أو تصريح الفنان هاني شاكر أو المقربين منها كله بيقول كلمنا أسرتها، ومحدش قال أنا اتكلمت مع أمال ماهر تليفونيا وطمنتنا أنها بخير. ده السؤال. وآخر تغريدة كتبها بيقول فيها هاشتاج أمال ماهر منتشر الفترة الأخيرة، وأنا أعرفها على المستوى الشخصي وصداقة من زمان، وحقيقي حاولت أن أتواصل معاها أو مع المقربين منها، مفيش رد منهم، يا ريت حد يطمنا عليها أو هي تطلع لايف تطمنا، لأنها من الشخصيات الجميلة والطيبة اللي الواحد يسأل عنها. ده كلها استفسارات طبيعية، كلها استفسارات مشروعة. دي فنانة والكل عارف ان هي على خلاف مع شخصية ليها وزنها في دولة اخرى، فانا افهم انها تختفي، افهم انها ما تردش، افهم انها تطلع بوستات مفبركة نيابة عنها على صفحاتها لو هي قاعدة في بلد الخصم، لكن دي في بلدها وكل ده يحصل فيها، ده اللي غريب شوية. طبعا عندنا حد اتكلم بنغمة مختلفة، وكان الاعلامي محمد علي خير اللي طلع قال شوية كلام مختلفين، والحقيقة الكلام اللي هو قاله متماشي مع المخاوف اللي عند مصريين كتير بيسألوا عن مصير الفنانة، وما نعرفش تفاصيلها. يعني معقولة وصلت لمرحلة ان يبقى في شائعة عن مواطنة مش عارفين هي في بيتها ولا محبوسة ولا على انستجرام
ولا في الساحل؟ هو طبعا هي حرة يعني، بس طبعا اللي بيثير اللغط حول شخصية أمال ماهر إيه؟ أنها كانت طليقة لإحدى الشخصيات العربية النافذة، فده اللي بيثير يعني. هل هو مارس ضغطا؟ الله أعلم. لكن تستطيع أن أنت تدحض كل هذه الشائعات بقول الحقيقة. لماذا تختفي الحقيقة في أغلب الأحيان في بلدي؟ ده سؤال بريء أوي. الموضوع كله بسيط يعني، أنت عارف لو أنا مسؤول في أي جهاز في الدولة هقول لهم، بقول لكم إيه، أنتوا دوشتوا دماغ اللي جابوني، هاتوا اللي اسمها أمال ماهر دي تعمل لهم لايف. يا عم الست عايشة أهي، هو إحنا هنركز في القمح والدولار والجنيه ولا هركز في اختفاء مطربة ولا ظهور ده؟ كلام محترم جدا جدا جدا، وأنا متفقة معاه جدا جدا جدا. ده الطبيعي. هل مشكلة فنانة واختفائها موجودة جوه مصر على الأراضي المصرية والدولة بحالها مش عارفة توصل لها؟ مكتفية بأنها تطلع إعلاميين، ومكتفية أنها تطلع فنانين، ومكتفية أن هي تطلع تصريحات على لسان أهلها وبعض الضباط السابقين يكتبوا أنها بخير؟ لا، هاتوها من شعرها شوف بقى، وقول لها يلا يا ست اطلعي قدام الشاشة اهو، اتكلمي، اظهري، شيلي من علينا الضغط الكبير اللي عامله علينا المواطن اللي في الشارع عشان يتأكد أن أنت بخير. إنما سيبان الموضوع كده الحقيقة مقلق بشكل كبير جدا. في الحقيقة أنا أتفق جدا مع الأستاذ محمد علي خير في كل كلمة قالها. هاتوها وحطوها كده قدام الناس وتقول لكم هي أخبارها إيه، ما تبقاش طول الوقت بضغط عليها.